الله أكبر الله أكبر. لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجار الله وإياكم وجميع المسلمين من النار ومن حرها وحالها وحال أهلها، اللهم أمين. أيها الأحباب الكرام، حياكم الله جميعا وأحياكم وبياكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد الطيب المبارك ومع هذه الوجوه المتوضئة بنور الإيمان، أسأله جل وعلا أن يجمعني وإياكم يوم القيامة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين في دار مقامته ومستقر رحمته، اللهم أمين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، جعل الله وإياكم من المتقين، اللهم أمين. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الأحباب الكرام، حديثي اليوم إليكم إن شاء الله عز وجل سيكون حول كلمة، هذه الكلمة التي سنتناول عنها الحديث إن شاء الله تعالى وردت في القرآن في مواطن عدة، إذا تتبع الدارس والمتأمل لكتاب الله عز وجل وبحث وفتش ونقب في كتاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة سيجد أن الله عز وجل تحدث عنها في القرآن الكريم في 32 موضعا. هذه الكلمة أيها الأحبة إنها كلمة البركة. ماذا نعني بالبركة؟ ماذا نقصد بالبركة؟ وما هي المواطن والمواضع التي تحدث الله عز وجل فيها في القرآن الكريم عن البركة؟ فالله عز وجل شرف بعض الأزمنة والأمكنة والمواضع، ووصف الله عز وجل هذه الأزمنة وهذه الأمكنة وصفها بالبركة. قال بعض أهل العلم: البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، البركة هي ثبوت أو دوام الخير الإلهي في الشيء. حينما نعود إلى القرآن الكريم أيها الإخوة، كما قلت لكم آنفا، نجد أن الله عز وجل يتحدث في القرآن عن البركة باشتقاقاتها وتصاريفها. معنى ذلك أن الله تعالى لا يتحدث عن البركة بهذه الصيغة، قد يذكرها على شكل جمع أو على شكل اسم فاعل أو اسم مفعول أو فعل أو ما إلى ذلك من هذه الصيغ التي وردت فيها وعليها هذه الكلمة. كلمة البركة أيها الإخوة يتمناها كل واحد منا، ويسأل ربه سبحانه وتعالى كل واحد منا أن تنال، أن ينال البركة وأن تتحقق له البركة. لكن نحن في زماننا أيها الإخوة الكرام قلت البركة وندرت وعزت، تجد الإنسان ت...
تجد الإنسان يملك عقارات وأموال والدخل دياله في الشهر ما شاء الله جيد جدا، ومع ذلك تجده يستدين ويستقرض في آخر الشهر. لماذا؟ انعدام البركة، انعدمت البركة في الولد وفي النفس وفي الوقت وفي المال. البركة ما بقت عندنا لا في الوقت ولا في المال ولا في الولد ولا في الأهل. انعدام البركة أو قلة البركة، ما هي الأسباب أيها الإخوة التي نستجلب بها هذه البركة؟ قبل أن نذكر بعض الأسباب التي نستجلب بها البركة، لابد أيها الأحباب الكرام أن أذكر لكم بعض المواطن والمواضع القرآنية التي تحدث الله عز وجل فيها عن البركة. قلنا بأن البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فالله تعالى وصف بعض الأماكن بالبركة. وصف الله عز وجل القرآن الكريم بالبركة، وصف الله سبحانه وتعالى البلد الحرام أنه مبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وأورثنا الأرض وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال جل وعلا في مطلع سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي تحدث الله عز وجل فيها عن البركة، لكن أيها الإخوة انعدمت عندنا البركة وقلت، فما هي الأسباب التي نستجلب بها هذه البركة؟ هذا هو بيت القصيد في هذه الخطبة: الأسباب التي يجب على المسلم أن يأخذ بها ليستجلب بها البركة. إن أول سبب أيها الأحباب الكرام لنستجلب به البركة الإيمان والتقوى. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى. الإنسان دون إيمان لا قيمة له، الإنسان دون إيمان ولو كان فيلسوفا، ولو كان يحمل شهادة مرموقة، دون إيمان كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق. قيمة المرء في إيمانه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: على قدر تقوى الله عز وجل يكون قدرك عند الناس. معنى هذا الكلام أن من خاف الله خافه الناس جميعا، ومن لم يخف الله خوفه الله من جميع الناس، يخاف حتى من ظله. من خاف الله خافه الناس جميعا، ومن لم يخف الله خوفه الله عز وجل من جميع الناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إذا توفر هذان الشرطان، شرطان أساسيان ضروران، الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، النتيجة ما هي؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك أيها الأحبة، جاء رجل ذات مرة إلى أحد الصالحين فقال له، يشكو له غلاء الأسعار، يشكو له غلاء الأسعار، فيقول له بأن الحاجة الفلانية كانت تسوى قدا، دابا كتسوى قدا. ماذا قال هذا الرجل الصالح؟ قال له: هذا لا يهمني، علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني. قال له: لا يهمني غلاء الأسعار، لو أن حبة الشعير بدينار، لو أن حبة الشعير بدينار هذا لا يهمني، علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني. ماذا قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ربنا عز وجل يقسم
أن رزقك مضمون، لا بد وأن يصل إليك ما كتبه الله عز وجل لك. لو اجتمع الناس جميعا، عربهم وعجبهم، إنسهم وجنهم، أن يمنحوك قطرة من ماء، والله ما يستطيعون. لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا في شربة الماء غير الرزق لم تجدي. أقصر علاك أو اقصر علاك، لأن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. أقصر عناك لأن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد. لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. أيها الأحباب الكرام، أطير بحضراتكم الآن على جناح السرعة لأذكر لكم قصة في هذا السياق لعلها أن توقظ عزائمنا وهممنا فيكون يقيننا بالله سبحانه وتعالى. هذا رجل يسمى حاتم الأصم، أعطني سمعك وقلبك أيها المبارك لعل البركة أن تنزل بنا وعلينا وأن تحل في بيوتنا وأولادنا وأرزاقنا وأوقاتنا. إن حاتما الأصم رزقه الله عز وجل ببنيات بالإناث فقط دون الذكور، فلما هم أن يخرج لحج بيت الله الحرام، لما أراد أن يخرج للحج منعنه، يعني بناته وزوجته منعته الزوجة مع البنات من الذهاب لحج بيت الله الحرام بعذر. ما هو العذر الذي قدمناه؟ العذر هو من يطعمنا، من يسقينا، من يأتينا بالطعام والشراب إذا ذهبت للحج. نبقوا جيعانين، شكون اللي غادي يجيب لنا الماكلة؟ لكن له ابنة صالحة نحسبها كذلك وحسيمها الرحمن، قالت يا أبتاه اذهب لحج بيت الله الحرام فأنت لست الرزاق، نحن عرفناك أكالا لا رزاقا، اذهب لحج بيت الله الحرام والذي خلقنا وسوانا وأوجدنا وأمدنا سيرزقنا. فأعد لهم طعاما، أعد لزوجه وولده يعني البنات طعاما، ثم ذهب للحج. وما هي إلا أيام قليلة حتى نفذ الزاد في البيت، قل كل شيء، الجوع وشظف المعيشة والخصاصة، ما عندهم طعام في البيت. فدخلت الأم مع البنات يعنفن هذه البنية التي كانت سببا بعد الله عز وجل في خروج والدهن للحج، يقولن لها أنت السبب لما خرج الوالد للحج، لو ما قلت للوالد اذهب فأنت لست رزاقا لما ذهب للحج. فدخلنا يعني بأسلوب فيه توبيخ لهذه الفتاة، فما كان من هذه الفتاة إلا أن تعلقت بالله عز وجل. ولذلك أقول لكل مهموم ولكل مغموم ولكل مريض ولكل مديون ولكل مكروب ولكل حزين، تعلق بالله عز وجل قبل أن تتعلق بباب المخلوقين. سبحان الله، نحن لما تنزل بنا ضائقة معينة نتوجه إلى المخلوق. إذا عرضت لي في زماني حاجة، إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني واقفا عند بابه. غني عن الناس بلا مال، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. صرفت إلى رب الأنام مطالبي، صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ورغائبي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. توجه وتودد وتملق، لا تتملق للمخلوقين، لا تتملق لأحد، كن عزيز النفس، عش عزيزا ومت وأنت كريم بين طعن القلى وخفق البلود، لا تكن ذليلا، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين، لن يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. الإنسان دائما يتودد لله ويتملق لله ويتوجه إلى الله عز وجل،
لا تتودد للمخلوق، فالإنسان ضعيف، لا يملك حول، لا يملك لك حولا ولا طولا ولا حياة ولا نشورا. هذه الفتاة أيها الإخوة الكرام، لما دخلت الأم معنفة لها مع البنات، قامت متضرعة، متوجهة، مترددة، متملقة لربها وخالقها ومولاها، وهي تقول: إلهي وسيدي ومولاي، عودت أهلك الفضل فلا تخيبني بين أهلي، إلهي وسيدي ومولاي، عودت أهلك الفضل والخير والكرم والجود والعطاء فلا تخيبني بين أهلي. فشاء الملك بقدرته وجلاله وجماله وجبروته وكماله أن يمر على بيت حاتم الأصم الخليفة الذي كان يحكم في ذلك الزمان، وما إن وصل إلى باب حاتم الأصم حتى أحس بعطش شديد، كاد العطش أن يقطع رقبته، فقال لجنده وحرسه: ائتوني بالماء البارد، ائتوني بالماء. شاء الله عز وجل ألا يتوجه هذا الجندي إلا إلى باب حاتم الأصم. فلما طرق الباب على طرق باب بيت حاتم الأصم، فخرجت إحدى بناته: ماذا تريد؟ ما شأنك؟ فقال الجندي: إن الخليفة يريد ماء. فلما سمعت البنت بأن الخليفة يريد الماء، أحضرت له كوبا نظيفا جميلا وماء باردا. هذا ليس من النفاق، وليس من المداهنة، ولا من باب المجاملة، إنما هو من باب قول رسول الله: أنزلوا الناس منازلهم. فلما شرب الخليفة من هذا الماء العذب الفرات السلسبيل وارتوى، أزال عطشه وظمأه، فقال: بيت من هذا؟ بيت من هذا؟ فقيل له: هذا بيت حاتم الأصم. فقال الخليفة: أين هو الآن؟ قالوا: ذهب لحج بيت الله الحرام. فقال الخليفة: يجب علينا أن نكرم أهله في حال غيبته، يجب علينا أن نكرم أهله في حال غيبته. فألقى في بيت حاتم الأصم كيسا من الذهب. الله الله، دع المقادير تجري في أعنتها، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ألقى الخليفة كيسا من الذهب في بيت حاتم الأصم، ثم قال لجنده وحرسه: من أحبني فليصنع مثل صنيعي، من أحبني فليصنع مثل صنيعي. فألقى كل جندي من جنوده كيسا من الذهب أو الفضة في بيت حاتم الأصم، فامتلأ البيت عن آخره بالذهب والفضة والخير، البنات كلهن فرحن بهذا الصنيع وبهذا المال الذي حقق له. إلا هذه الفتاة دخلت في نوبة بكاء، تبكي وتئن وتصرخ: ما الذي يبكيك يا أمة الله؟ هذا يوم الفرح، هذا يوم البهجة والسرور، لماذا تبكين؟ فقالت كلمة جليلة عظيمة أغلى من اللآلئ والدرر واليواقيت، قالت: نظر إلينا مخلوق فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ ماذا قالت؟ نظر إلينا مخلوق فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا سبحانه جل جلاله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين، ومن صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين ثم ما بعد. أيها الأحباب الكرام، قلنا من الأسباب التي نستجلب بها البركة تقوى الله عز وجل والإيمان، لقوله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأول سبب تستجلب بها البركة
تقوى الله عز وجل والإيمان بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأسباب التي نستجلب بها البركة الدعاء. الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو لمن أطعمنا، فنقول له ماذا؟ أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، فاللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. هذا هو الدعاء الذي يسن أن ندعو به لمن أطعمنا وسقانا وأكرمنا، أن نقول له أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، فاللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، أن ندعو لهم بالبركة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيها الأحباب الكرام، من الأسباب التي تستجلب بها البركة القرآن الكريم. من أراد البركة في المال وفي الأهل وفي الولد وفي التجارة فعليه بالقرآن، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. من أراد الدنيا يجب أن يعيش وأن يتعايش وأن ينفعل وأن يتفاعل وأن يفعل كلام الله عز وجل، لأن القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بالبركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وصف الله عز وجل القرآن الكريم بالبركة، ولذلك الذي فقد البركة في الأهل وفي المال وفي الولد وفي الزوجة عليك بكتاب الله سبحانه وتعالى، أقبل على القرآن الكريم. قال بعض العلماء: والله لو تفرغت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. ويقول بعضهم أيضا: لما انشغلنا بالقرآن حلت بنا البركات. لكن السؤال البرير والمهيب والرهيب والفظيع الذي يطرح نفسه وبنفسه أيها الأحباب الكرام، ألا وهو: كيف حالي مع القرآن؟ اسأل نفسك أيها المبارك: كيف حالك مع القرآن؟ كيف حالنا مع القرآن؟ كيف حالنا مع الفيسبوك ومع الواتساب ومع المواقع؟ بدمني وجبد، كيف حالنا؟ كيف حالنا أيها الإخوة؟ بيوت لا تجد فيها كتاب الله عز وجل، وتجد فيها كل شيء إلا القرآن لا تجده، كل شيء من أدوات الترفيه واللعب والمرح واللهو والعبث، ولا تجد كتاب الله عز وجل. ومع ذلك تجد هذا الإنسان يشكو من ضيق الحال ومن انعدام البركة ومن الملل والسآمة والكلل. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القرآن هو دستورنا، القرآن من تمسك به ما ذل وما زل وما كل وما غل وما اختل، ومن ترك القرآن ونبذه وراء ظهره ذل وزل ومل وكل وغل واختل. من ترك القرآن عاش في ذل وملل وسآمة، بدليل قوله جل وعلا: فإن له معيشة ضنكا، كيعيش في تمارة ما راش مزيان، ما مرتاح شاي، وخار عنده الفلوس، وخار تيحكم، وخار يكون لكل، ما دام ما عنده علاقة مع القرآن فهو في تيه وفي ملل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الدنيا المعيشة ضنك، ويوم القيامة يحشر يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من الأسباب التي تستجلب بها البركة القرآن الكريم. القرآن، القرآن يا أمة القرآن، هذه الأمة والله لن تنال عزها وشرفها وسؤددها وفخرها إلا بالعودة إلى القرآن، إلا بالصلح مع القرآن الكريم. علموا أبناءكم وبناتكم القرآن
وسيعلمهم القرآن كل شيء. علم ولدك القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه القرآن. القرآن هو الهدى وهو النور وهو الشفاء. أحبابي الكرام، كذلك من الأسباب التي تستجلب بها البركة الاجتماع على الطعام، وهذه عادة نعيشها جميعا بلا استثناء إلا من رحم الله، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الصالح، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. هذه عادة نعيشها جميعا بلا استثناء، أننا لا نجتمع على الطعام. أسرة تتكون من 3 أو من 4 أو من 5 أو من 6 أفراد، تجد الأب يأكل وحده والأم تأكل وحدها والأطفال يأكلون بمفردهم. أين الاجتماع على الطعام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة في الاجتماع على الطعام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين، ما كتاكلوش مع بعضياتكم مجموعين، كل واحد يأكل وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عز وجل يبارك لكم فيه. اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عز وجل يبارك لكم فيه. أيضا أيها الأحباب الكرام، من الأسباب التي تستجلب بها البركة السنة في الطعام والشراب. ما هي السنة؟ السنة في الطعام والشراب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل وسط الطعام. البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. من السنة الإنسان اللي يكون ما يكونش من الوسط ديال الصحن، يكون من حافتي الصحن، لأن البركة تنزل وسط الطعام. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من وسط الطعام، كل من حافتي الصحن. البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك وتوجه إليك في هذه الساعة أن ترزقنا البركة في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا. اللهم ارزقنا البركة في أعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر عوراتنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم داوي جراحنا. اللهم من كان منا مريضا في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد، في أنحاء الدنيا في أنحاء المعمورة في كل بلاد العالم، اللهم اشفيه بشفائك. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، 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 اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وجميع الأمراض والأسقام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم داوي جراحنا، اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم بارك في أولادنا وأزواجنا وبناتنا. اللهم ارزق أولادنا التفوق في دراستهم، اللهم ارزقهم التفوق في دراستهم. اللهم نسألك أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم من كان منا مريضا تشفيه بشفائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في هذه البلاد، اللهم ارزقنا فيها الطمأنينة والاستقرار. اللهم ارزقنا الطمأنينة والاستقرار في هذه الديار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سفراء للإسلام في هذه البلاد، اللهم اجعلنا سفراء للإسلام في هذه البلاد، اللهم اجعلنا سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في هذه المدينة، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في هذه المدينة وفي هذا البلد ككل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تخيبنا، وإليك نلجأ فلا تطردنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحباب الكرام،
أحد إخواننا عنده مناسبة زفاف أو مناسبة زواج غدا إن شاء الله تعالى، وهو الأخ ديالنا سي عبد الرحمن فائزي كيزوج ولده محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الزواج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الشاب المبارك وأن يرزقه الذرية الطيبة المباركة. اللهم يسألك أن تبارك في هذا الزواج، اللهم اجعله زواج المبارك الميمونة. نقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ارزقهم البركة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الطيبة المباركة التي تعبد الرحمن وتطرد الشيطان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبهذه المناسبة الكريمة أيها الأحباب الكرام، فإن أخانا عبد الرحمن الفائز يدعوكم جميعا غدا للحضور معه في هذا الحفل المبارك بعد صلاة العشاء غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، يدعوكم لحضور هذه المناسبة الكريمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولتشاركوا في هذا الفرح إن شاء الله عز وجل. لأن المسلم للمسلم لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكيعرض عليكم كم إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العشاء. وطبعا قبل صلاة العشاء تكون آية قرآنية إن شاء الله تعالى، وتكون كلمة أو مداخلة في هذا الباب في موضوع الزواج إن شاء الله تعالى. فمرحبا بكم جميعا واحدا واحدا فردا فردا، فادعوا مع هذا الاخ ودعوا مع هذا الشاب الكريم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الذريه الطيبه المباركه، امين امين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد هذا ايها الاحباب الكرام، بلغنا اليوم نبأ وخبر وفاه والده اخينا محمد بوجيه. توفيت والدته وانتقلت الى رحمه الله عز وجل، فاللهم ارحمها برحمتك الواسعه، اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين، اللهم اعف عنها وعافها، اللهم اكرم نزلها، اللهم احسن ضيافتها، اللهم ارحمها برحمتك الواسعه، اللهم ثبتها عند سؤال الملكين، اللهم ثبتها عند سؤال الملكين، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها واكرم نزلها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك ايها الاحبه، احد الاخوه من رجالات هذا المسجد ومن المؤسسين ديال هذا المسجد وانتقل الى رحمه الله سبحانه وتعالى، طبعا كان يعاني من مرض، وهو اخونا الحاج علي حفيل، انتقل الى رحمه الله سبحانه وتعالى ولعله توفي بالمغرب. فنسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرحم اخانا الحاج علي. اللهم ارحمه برحمتك الواسعه يا رب، فارحمه وضاعف اجره واغدق عليه بفضلك المدرار يا رب، فارفعه لاعلى منزل في جنه من تحتها الانهار، اكوابها مغضوعه وقبابها مرفوعه حفت بها الانوار، وصحافها من فضه ولباسها من سندس وطعامها اطيار. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين، اللهم احسن اكرم نزله، اللهم احسن ضيافته، اللهم اغفر له يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ونقول لاولاده وذويه وذريته وعائلته، ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا اجاركم الله في مصيبتكم. كذلك احد الاخوه اعطى واحد المبلغ من المال لبيت الله سبحانه وتعالى، وهو مريض على فراش المرض وكيعاني من المرض يعني منذ شهور وربما منذ سنوات. اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم اشف هذا الاخ بشفائك، اللهم داوه بدوائك، اللهم ارفع عنه المرض، اللهم ارفع عنه المرض، اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك. اللهم اني نسالك ان تشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما، اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفه يا شافي الاسقام، اللهم داوه بدوائك واشفه بشفائك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب اللي عنده شي مريض الان اشفيه بشفائك، فقد ثبت انه في يوم الجمعه ساعه يستجاب فيها الدعاء، ولعل هذه الساعه. فاللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، امين امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.